طبعا يمكن احنا اول امبارح كنا بنتكلم في الالعاب الاخرى وبنتكلم على فريق اليد للنادي الاهلي ومشاركته في كاس العالم للانديه سوبر جلوب. الحقيقه ان في اول مواجهه ليه الفريق الاول لكره اليد رجال بالنادي الاهلي قدر ان هو يفوز على فريق النور السعودي امبارح في اولى مبارياته ببطوله كاس العالم للانديه واللي بتقام في مدينه الدمام بالسعوديه. الحقيقه ان احنا بعد يعني ما شفنا النتيجه نقدر نقول ان الفريق قدم عرض قوي جدا وسيطر على مجريات اللعب ونجح لحين ان هو ينهي اللقاء لصالحه بنتيجه 38-20، يعني فارق سكور مش هين ابدا. يعني كمان محمد ابراهيم حارس الفريق حصل على جائزه افضل لاعب في المباراه وتسلم الجائزه من محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وايضا رئيس البعثه. ومن المقرر بقى ان يلتقي الاهلي مع برشلونه الاسباني ان شاء الله غدا الخميس في الجوله الثانيه من الدور الاول للبطوله. أكيد نتمنى كل التوفيق لفريقنا واثقين فيهم طبعا وفي نجاحهم في إحراز ميدالية بإذن الله، وإن شاء الله يعني ما فيش حاجة بعيدة علينا، بنطمح كمان إن احنا نرجع ببطولة سوبر جلوب. أي نعم احنا في مجموعة صعبة جدا وبرشلونة أكيد فريق صعب، ولكن احنا كان عندنا فترة إعداد قوية وعندنا أيضا يعني فريق محترم جدا مليان بعدد كبير من العناصر القوية، فإن شاء الله بنطمح إن يكون لنا نتائج قوية وإن شاء الله إن احنا نرجع بسوبر جلوب.